يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله. فرحانة؟ لا انت مش فرحانة ولا ايه؟ اكيد فرحانة ان انا هجيب اخ واخت الملك عشان متبقاش وحيدة. متقوليش كده، ملك عمرها ما كانت وحيدة ولا هتبقى وحيدة طول ما انا موجود. انا بقى فرحتي الحقيقية ان ربنا هيكرمني بعيل منك، واد صغير او بنت صغيرة، اللي يجيب ربنا كله كويس الحمد لله. ربنا يخليك لينا يا حسن. ما يحرمنيش منك يا ملك. بقول لك ايه صحيح؟ ملك نمت؟ نمت يا حسن. نمت؟ يا ما انت كريم. ايه رايح عامل ايه؟ فتشوا العربيتين. ايه يا محمد؟ انت بتسالني انا في ايه؟ دلوقتي هتعرف بعد ما يخلصوا تفتيش. يخلصوا تفتيش؟ الحكومة دلوقتي بتفتش لعب الأطفال يا محمد بيه هلالي يا أخويا الصغير؟ لو أنت الصادق دول يفتشوا عن السلاح اللي أنت بتهربه يا حسام يا هلالي يا أخويا يا كبير. سلاح؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ احترم نفسك واتكلم كويس، أنت مواطن وأنا ضابط وبيفتشوا، وأظن لحد دلوقتي أنا بكلمك بكل احترام. ماشي يا باشا. ماشي يا سعادة الباشا، أدي الجمل وأدي الجمال. شفت الأدب؟ أكلمك بقى أدب أهو. مفيش حاجة فهمت. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة يا سعادة الباشا. يعني عيب تبادل أخوك كبير قدام الناس. أنا اللي مربيك. عشان أنت اللي مربيني أنا فاهمك كويس. بس حلو. ملعوبة يا حسين. بس مش كل مرة هتسلم الجرة. سلام يا سعادة الباشا. المقدم. وما قلتناش ليه يا عمو؟ ما كانش ينفع اقول لك، ووطي صوتك ايه من فوق ممكن تسمعنا. اقول لك يعني اقول لك عشان تعمل لنا مصيبه ولا عشان العيال اللي معاك الخضره دي يبان عليها؟ انا الخبر جالي قبلها بكلام فاضي، المعلومه جات لي قبلها بثواني، كان لازم اغير كل الترتيبات. والحمد لله الحمد لله ان احنا عرفنا. انت ناسي انا اخويا مين وفي اداره ايه وبيشمشم ورايا بقاله قد ايه وشاكك فيا؟ جرى على علو ما تفتح دماغك. احنا كنا خلاص خلاص الحمد لله، لا كنا ولا كان. خلينا في اللي جاي. ومين اللي بلغ؟ هو في غيره؟ الكلب ابننا. ما علينا، طرطقلي ودانك. الترتيبات كلها اتغيرت، التسليم بكرة وانت اللي هتروح لوحدك، ومش عايز حد من الرجالة يعرف لا بوب ولا عريان ولا دولار. انت بس هلعله قدها ولا رقبتي يا عمو؟ مساء الخير. مساء النور محمد. ما سألتش على اختك شاهندة؟ بسأل عليها ليه؟ ما اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. هي مش سابتنا وراحت اتجوزت المعفن ده؟ عيب يا محمد اللي انت بتقوله ده، مهما كانت برضو اختك. اختي ونيلتي، انا ماليش اخوات. يا محمد ما ينفعش كده. اختك شهنده وحسام اخوك، ما ينفعش تتكلم عليهم بالطريقه دي، ما ينفعش. بقول لك يا ماما، الاخ اللي اتحول من ضابط لتاجر سلاح ويعيش على دم الناس ما يشرفنيش انه يبقى اخويا. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت يا واد؟ شكلها هي دي الحقيقه يا ماما. ما سالتيش نفسك جاب الفلوس والعربيه والشركه دي منين؟ ولا دخل عليك الكذبه اللي هو كدبها علينا؟ اخرس! انا ابني مش كداب. قطع لسانك. انا ابني صادق في كل كلمه بيقولها. انا ربيتكم احسن تربيه. بس واضح كده يا ماما ان انت ربيتيهم غلط وما تمرش فيهم التربيه. ليه يا محمد؟ مش هو ده البيت؟ مش هي دي العيله اللي شقيت طول عمري علشان الملمها والملمكم حواليا؟ دلوقتي بقيت انا اللي غلطانه. انا اللي غلطانه دلوقتي يا محمد. ليه؟ ايه اللي غلطت فيه؟ أنا غلطت في إيه يا محمد؟ غلطت في إيه؟ غلطت في إيه؟
واخد عقلك الخناب يا محمود. العواف عليك يا عسل انت. ايه يا طاهر العواف دي؟ هو انت في بلدكم؟ انت هنا في مصر. وبعدين ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ انت اتخانقت مع حد؟ لا يعني ما تكبريش الموضوع، يعني زي ما تقولي كده، يعني كان في اتنين صحابي بيتخانقوا مع بعضيهم، فاني يعني دخلت احجز ما بينهم. ودخلت تحجز يعملوا فيك كده؟ ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه، وعلى راي المثل يا داخل بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا صنتها. ايه يا طاهر الامثال المقرفه اللي انت عمال تقولها دي؟ بقول لك يا طاهر، لو عايزنا نكمل مع بعض يبقى لازم تتعلم الاتيكيت. وماله؟ لا دي حاجه سهله، ده اني عشان خاطرك اتعلم الكتاكيت وازغط بط كمان. بط ايه وكتاكيت ايه يا طاهر اللي انت بتقول فيها دي؟ يا طاهر بقى افهمني. اني فاهمك والنعمه الشريفه فاهمك. قولي لي الولا حسام نام؟ ايه ده؟ وانت بتسال ليه على حسام؟ قولي لي بس كده، يعني ردي كده على طول. الواد نام؟ نام. طب يلا يلا. ايه؟ اسبقيني على الاوضه. ايه ده؟ اوضه ايه اللي انت بتقول فيها دي؟ لا 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 انا تعبانه جدا. هو انت فيه ايه بينك وبين الاوضه؟ يعني كل ما اقول لك اسبقيني على الاوضه تقولي لي انا تعبانه؟ ما هو دي مش طريقي. كل العرسان اللي في الدنيا بيخشوا على مراتاتهم، ولا يعني هي جت عليا؟ بص يا طاهر، اصل الموضوع ولا اصل بلا فصل. انا الليله دي قتيل الاوضه، انا مش هسيبك الا لما تسبقيني على الاوضه. اسبقيني على الاوضه لو سمحتي. لو سمحتي على الاوضه. على الاوضه واطلبي المطافي. نورت بيت اخوك. اتفضل يا محمد بيه. اتفضل. العز ده يا حسين. عز من فضل ربنا يا محمد بيه. فاكر يا حسين واحنا صغيرين؟ كنت دايما بتقول لي اوعى تغلط يا محمد، لان اللي غلط لازم هيتحاسب. صح يا محمد، اللي غلط لازم يتحاسب. انا هقبض عليك يا حسين، لان اللي غلط لازم يتحاسب. مش انت اللي علمتني كده؟ تقبض عليا؟ طب تعالى نقعد نتكلم الاول وبعدين ابقى اقبض عليك. انا ما شرفنيش اقعد في بيت زي ده، جاي فلوسه من دم ناس. حافظ على كلامك ولاحظ انك بتكلم اخوك الكبير. انا مدرك انا بقول ايه كويس. انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسام. تاني يا محمد؟ تاني تاجر سلاح؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت بجد ظالمني. ما عشان في يوم وليله يا حسام تبقى عايش العيشه اللي انت عايشها دي، حاجه من التلاته، يا بتتاجر في السلاح، يا بتتاجر في المخدرات، يا اما ورثت. وانا متقلقش ان في حد في العيله مات وراي. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك يا محمد. انت كمان مستخسر فيا العيشه دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته مستخسرها فيا؟ انت قلبك اسود قوي يا اخي. انا ما اعرفش ان قلبك كده، ما اعرفش. وانا ما اعرفش ان انت كمان قلبك كده، بس من ساعه ما قابلت تتجوز الست اللي انت قتلت جوزها وانا انت اتجننت ولا ايه؟ افرض سمعتك انت ايه؟ خرجت في مخك؟ ست مين اللي انت بتتكلم عنها دي يا محمد؟ مفيش حاجة يا مان، أنا محمد شاكين. مين الست اللي بتتكلم عنها دي يا محمد؟ أنت بتتكلم عني أنا؟ أيوة أنت يا إيمان. معتزة ما ماتش بسبب المأمورية. مات إزاي يا محمد؟ سمزقه من على الجبل وقع غصب عني. والله العظيم ثلاثة غصب عني. احنا كنا واقفين لما كان
كان منصور ليه؟ ليه حرام عليك؟ ليه؟ ليه؟ مالك؟ طب عشان خاطر اللي في بطنك. انت حامل، عارفه انا حامل، يعني بقى بينا دم، في بينا عيل جاي. فتسمعيني، حقي عليك انك تسمعيني. اقسم بالله العلي العظيم اللي حصل ده ما كان مقصود. يا امان انا كنت اعمل، ما كنتش شايف قدامي غير طار سلمى ومنصور. اللحظة اللي بضرب فيها منصور معتز جه يحوشني زقيته وقع من على الجبل غصب عني. فرق كبير بين انك تموتي حد قصده وانك تموتيه غصب عنك. فرق كبير ان انا ابقى زق من على الجبل عشان اموته واني كنت اعمى. انا لما اتجوزتك كنت عشان اخدك في حضني انت وملك، عشان تبقى تحت عيني. معتز ده كان صاحبي واخويا وضهري، غرقته عندك من غرقته عندي. ولازم تصدقيني، لازم تصدقيني، انت هتبقي ام ابني. بلاش البصه اللي في عينيكي كده، انا مش قاتل والله ما قاتل. محمد مجنون، محمد في دماغه هتكذب؟ والله ما بكذب. حبيبتي مصدقاني يا صدقيني. طلقني يا حسين. انا زعلانه منك كده برضو، كل دي غيبة أخسى عليك. أنا أقدر يا لولا، ده أنت روح قلبي، بس الدنيا مشاغل وأنت فاهمة. المهم عاملة إيه مع حيلة أمه؟ هعمل إيه يعني؟ أدي بيرازي فيا وبرازي فيه لما أشوف آخرتها. لا آخرتها فل الفل إن شاء الله. اصبري على الزبون لما يستوي عشان الفيلم بتاعنا يخلص. ماشي، أديني صبر. المهم أنا بعت البواب عشان يجيب لنا أكل نتغدى سوا. الله الله الله، هو حيلة أمه مش جاي النهاردة ولا إيه؟ بقاله اسبوع بيجي متاخر، اصل المدير بتاعه مخنوق منه ومستقصده، بيخليه اخر واحد يمشي في الموظفين. بس اوعى يا لولا، اوعى يطب علينا وتبقى مشكله. كده برضو وانا بلعب، هنتغدى ونريح شويه كمان. الله 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 الله، يعني نظبط المسائل ونعيش حياتنا. ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. قشط عليك يا لولا يا اولى. صدقي بنت لولا، صدقي بالله انت وحشاني موت. وانت كمان. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ على فكره يا عمر انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ من الواضح كده ان انا فاهم صح. لا مش عايز دماغك تروح بعيد، انا عايزك تخلص خالص. انت النهارده لازم تموت. لا اسمع بس، ده باين عليها ليله هتبقى غامقه. استنى اقول لك، استنى معاك ربنا يا لولا. انت اللي طلعتي جبانه وقذره. لا 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 يا عمر، انا هفهمك. انت تحت راسي خالص، لازم تموتي. يا عمر لا تموتي، واغسل عاري بايديا. لولا لولا ردي عليا يا لولا. لولا ردي عليا يا لولا. ست لولا. يا لولا انا جبت الطلبات. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا استاذ عمر؟ معرفش، انا دخلت الشقه لقيتها مرميه على الارض. اتصل بالاسعاف بسرعه. حاضر. بسرعه. حاضر. لولا ردي عليا يا لولا. يا نهار اسود امي. الله يبارك فيك يا مستر البير. بس انت عرفت منين حكايه الكمين اللي كان معمول للشحن ده؟ انا بعرف مين اللي عمل هالعمله ومين اللي وراه.
ما حدا بيعمل هيك مع ألبير وبيخلص. راح عاقبه أشد العقاب. ما تقلقش، عموماً أنا كمان عارف مين اللي وراه. إحنا قدها ودود، كله تحت السيطرة يا مستر ألبير. مع السلامة. مع السلامة. هترد يا إيمان. وصلت يا دياب وطلع منك اخيرا. دياب صار كثير خطر علينا، انا تاكدت انه هو بلغ الشرطه عن شحنه حسام، وهذا بيعني انه ممكن يعمل شيء يأذينا نحن كمان. دياب انتهى بالنسبه لي. مفهوم؟ مفهوم. كده ايمن ماشي. يا ميت بونجور على اجمل فوكس في جمهوريه مصر العربيه. ايه الدخله دي؟ ما انا قايل للسكرتيره ما حدش يخش عليا. جرى ايه يا فوكس؟ رد الصباح الاول. احنا هنرجع لنا ولا ايه؟ في يا جنرال، بنصبح ليك زي كل يوم. ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ان انتم معطلين الشغل ومعطليني وهضيع وقتي. الله 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 الله، في ايه يا عمهم؟ ليه الوش ده؟ ايه يا باشا في ايه؟ فوق لها كده هات وخد معانا. بقول لك يا بوب مش عايز راغي، انا فيا اللي مكفيني وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، سيبوني لوحدي. مش هنسيبك يا فوكس، احنا كلنا في مركب واحده، ولا انت نسيت ولا ايه؟ خلاص مش هتسيبوني، هسيبكم انا واسيب لكم المكتب. ايه ده؟ ده بجد بقى؟ ماله يا جماعه في ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل النهارده. على فكره يا جماعه في حاجه مضايقاه مش عايز يقول لنا. بس لعله خير ان شاء الله. يلا بينا. طيب. انك مخنوق ومتضايق من اللي حصل بينك وبين الست حكمت، بس معلش ان شاء الله هتروق والميه هترجع لمجاريها. مش بس الست حكمت يا وهداء، احنا قاعدين بنضيعه. لا لا يا سيدي، ما تقولش كده، انا رقبتي فداك. طب اطلب اي حاجه وهتلاقيها حداك طوالي. احنا بس يا سيدي حودنا عن طريقنا شوية، ووقف في سكتنا شوية عيال الحرام، بس احنا قديها وجدود وقادرين نزحهم من سكتنا. ايوه ونسدوا عليهم طريقهم كمان، بس بشرط يا سيد نعاودوا زي الاول. كيف يا وهداء؟ انا اقول لك كيف يا سيد؟ هو يعني اللي خلق ألبير ما خلقش غيرك؟ الدنيا واسعة، وأنا من بعد إذنك اتجزت وشمشمت وعرفت إن الصواينة واعرين قوي في تجارة السلاح ومعاملتهم زينة كمان، فإحنا نروح وندقوا عليهم الباب، وإن فلحناش ندقوا باب تاني وتالت ورابع وخامس. سكة أبو زيد كلها مسالك يا سيد. وبعدين يا سيدي أنت دياب البطاش، دياب البطاش، ما ينفعش الخلق يتلموا عليه ويعجزوه ويكتفوه. انت كبير يا كبير، يبقى ظبط معاد معاه. كنت عارف من الاول انك اصدق واحد فيهم يا وهدى. يا سيدي دياب صوابعك مش زي بعضيها، والراجل اللي يهمل ناسه يبقى راجل قليل الاصل. وانت ما ربيتش وهدان على كده؟ بالاذن انا يا سيدي. طمني يا دكتور. الأشعة والفحوصات بيقولوا إنها خدت خبطة جامدة على راسها، عملت لها ارتجاج في المخ وارتشاح بسيط، ودول أدوا لدخولها في غيبوبة. طب يعني كده ممكن يحصل إيه يا دكتور؟
بص، اي خلل بسيط في المخ ممكن يبقى له عواقب مش كويسه، عشان كده بنحاول نعالج الارتشاح الاول وهنحطها تحت الملاحظه لمده 48 ساعه. ادعيلها بقى ربنا يقومها بالسلامه. يا رب. استر يا رب. دي لو ماتت هروح في داهيه. اروح في داهيه ليه؟ دي خاينه وتستاهل الذبح. ايوه بس محدش شاف خيانتها غيري، ومليجي الكلب ده اكيد هرب، ولو قلت الحقيقه محدش هيصدقني وهيفتكروا ان قلت كده عشان اخلص منها. استر يا رب. يا دي الخراب المستعجل، اعمل ايه بس يا رب يا رب. ازيك يا ماما؟ انت ايه اللي جابك؟ انت نسيتي اللي عملتيه فينا؟ يا ماما انا ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت. اتجوزتي من ورانا ومن غير رضانا؟ ولا نسيتي ان انا قلت لك ان الجوازه دي مش ممكن اوافق عليها ابدا؟ انا مش صغيره ومن حقي ان انا اختار حياتي لوحدي. كبرتي علينا يا شهندة. العفو يا ماما، كل الحكايه ان انا استخدمت حقي في الاختيار. ولو طلع اختيارك غلط هتحمل نتيجته لوحدي، عشان كده سبت البيت، مش عايزه احملكم المسؤوليه معايا ولا شايلكم ذنبي. كده يا شهندة تتجوزي من غير امك ما تكون معاكي؟ هو انت عليكي؟ هو انت عليكي يا شهندة تسيبيني المده دي كلها لوحدي؟ على عيني والله يا ماما، بس انا خفت من رد فعلكم فقلت ابعد شويه لحد ما الامور تهدى. وحشتيني قوي يا ماما. انت كمان وحشتيني. خديني في حضني يا ماما. اهدي يا ايمان، ما تعمليش في نفسك كده. انا ازاي يا ماما؟ ماما انا حاسه ان انا اغبى واحده في العالم، ده خدعنا كلنا. ماما الراجل اللي انا اخترته يحميني انا وملك طلع هو اللي قتل معتزة، انت فاهمه يعني ايه؟ انا مقدر ومكتوب يا ايمان، مقدر ومكتوب يا حبيبتي. لا يا ماما، انا مش هفضل متجوزه الراجل ده ومش هخلف منه. يعني عايزه تعملي ايه بس؟ هسقط البيبي يا ماما. ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ده بنت طاهر المصطهي؟ ايوه هو، اي خدمه؟ اني هانم. هانم مين؟ هانم مراته ودول عياله. مرات مين وعيال مين؟ انتي اكيد غلطانه في العنوان. اني هانم مرات طاهر المصطهي، كان مطلقني وردني ايام الانتخابات المصلحجي، ولما غاب عليا وبقال اكتر من شهر ما سالش عليا انا وبناته، قلقت عليه، قمت كلمته على الموبايل لقيته مقفول، قمت كلمته على تليفون الشركه قام رد عليا كامل اخوها الله يكرمه واداني العنوان دي، واديني واقفه قدامك اها. يعني انتي مرات طاهر المصطهي؟ ايه والنعمه الشريفه، ودول بناته، حتى شوفي كده قطعيه منه. فانت يا طاهر تضحك عليا انا وتطلع متجوز ومخلف؟ ده انت وقعتك سودة بس اما اشوفك. الا قولي لي انت مين يا حلو؟ انا المغفله يا حبيبتي اللي ضحك عليها واتجوزها عليكي، ضرتك يعني. يا لهوي حسام، من فضلك ما تقفليش السكة. عايز اتكلم معاكي شوية. مفيش كلام بينا. لا في بينا ابننا. ابنك ده انا هنزله اول ما اقدر. انت بتقولي ايه؟ انت فاكرني لسه عايز اخلف منك؟
العواف. قصدي مساء الخير. يا ألف حمد لله على السلامة يا جوزي يا حبيبي. اهدي. انت قلتي جوزك حبيبك؟ اه، هو مش انت جوزي وحبيبي؟ ده ايه العز اللي انا فيه ده يا ولاد؟ ده انت تتحسدي النهارده. ليه يا روح اتحسد؟ اصل انا من ساعه ما اتجوزتك وانت ما قلتليش كلمه واحده حلوه تبل الريق. هو يعني عيب ان الواحده تدلع جوزها حبيبها؟ لا، هو مش عيب ولا حرام. ويا رب يا رب يفضل مزاجك عنب كده على طول. اه فعلا يا حبيبي، انا مش عارفه النهارده ليه مزاجي عنب كده على الاخر. هو النهارده الخميس واني مش واخد بالي؟ لا، السبت. ايوه، بس تحسي انه عامل فيها خميس كده. انت تخشي تعملي لنا لقمه ناكلها وتسبقيني على الاوضه، لان النهارده شكلها ليله مفترجه. عينيا يا روحي يا حياتي يا قلبي، ثواني وخلي الخدامه الجديده تحضر لنا العشاء. هو انت جبتي خدامه جديده؟ اه يا حبيبي، جبتها عشان تساعدني في شغل البيت. دي ست طيبه قوي قوي، استنى ما اعرفك عليها. يا هانم. وما لقيتيش غير الاسم ده؟ ماشي يا هانم، تعالي سلمي على سيدك طاهر بيه. والله ما عرفت الناس كنوز برضك. ازيك يا سي طاهر؟ يا ساتر يا رب. هانم؟ ايوه هانم، اللي سبتني وعيالك بقالك اكتر من شهر. انت ايه اللي جابك هنا يا وليه يا بنت الكلب انت؟ كامل اخوك الله يستره. الله يحرقه بجاز وسخ مطرح ما هو قاعد. اله يا رب اعدمك انت وكامل المنتن ده في يوم واحد. طاهر، هو انت ليك عين تتكلم؟ ده انت مصيبتك مصيبتين، تخبي عليا ان انت متجوز وعندك عيال، وكمان راميهم وما بتسالش فيهم يا جاحد. ما هو انت يا ستي شاهندي لو عرفتي الحقيقه هتعذريني. حقيقه ايه يا ابو حقيقه؟ ما انت خلاص انكشفت على حقيقتك واللي كان. انا طلقتيه عشان اعرف اتجوزك وما يبقاش ليكي ضر، وبعد كده صعبت عليا عشان خاطر البنات الصغيرين، فقلت ارده. شفتي بقى ان انت ظلماني؟ انت اللي ظلمتنا معاك يا غدار يا خسيس. انا؟ ايوه انت، وانا لا يمكن اكون سبب ابدا في حرمان ولاد من ابوهم مهما حصل. الهي ما يحرمني منك يا استشهندي. نزلي ايدك يا وليه يا خرفانه انت. طب الهي يحرمني منك، يحرمني منك انت وبناتك في ساعه واحده. انت تحطي بلغه قديمه في بقك وتخرسي خالص، انت فاهمه ولا لا؟ الله يسامحك يا سيطار. انت ليك عين تتكلم بعد العمله المهببه اللي انت عملتها دي؟ انت تحطي ايدك زي ما انت عايزه، وبعدين انت تأمري واني انفذ. شوفي انت عايزه ايه واني موافق. انا بقى اللي انا عايزاه ان انت. واني موافق. روحي وانت. لا، سيد عليك النبي يا استشهد تقبليني خدامه عندك هنا في البيت لاجل العيال يتربوا جنب ابوهم. انا خايفه عليهم يتشردوا من بعض ودول ولايا مكسورين الجناح. ها قلت ايه؟ امشي اطلعي بره يا وليه خرفانه انت، وخدي بناتك معاكي. طاهر يا عيون طاهر، انا موافقه يا هانم ان انت تقعدي انت وولادك معانا هنا، على الاقل يبقى ضميري مستريح. الهي يصبر بخاطرك يا اميره يا بنت القمر. نزلي ايدك. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايه ده؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. اللي انت سمعته هو اللي هيحصل، يا اما هاخد ابني وارجع بيت اهلي وهخليك تطلقني. قلت ايه؟ لا اله الا الله. ماشي يا كامل، لما اشوفك اما ارقشتك بسناني ما بقاش اني طاهر المصطفى. هو عليك. نعم. تجننتي؟ بالعكس، انا عقلت، عيني فتحت. ولا اني فتحت يا موت ابن ايمن؟ وانت عايزني اخلف منك انت؟ بص يا ايمن، انا واقف قدامك اهو، عايزه تنتقمي مني انتقمي، عايزه تذبحيني تولعي فيا اعملي اللي انت عايزاه، لكن ابني لا، ابني لا يا ايمن. مستعد بعد ما تولدي اخده ونختفي من وشك خالص، لا هتشوفيني ولا هتشوفيه. مش هتموت ابني يا مان. زي ما حرمت بنتي من ابوها هحرمك من ابنك. انت مخك فيه ايه؟ قلت لك ما كانش قصدي، ما كانش قصدي، ما كانش في دماغي غير منصور بطاش، وبعدين ما هو مش ابني لوحدي، ابني صنع ابني. بقيت اكرهه زي ما بكرهك. هذا
حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بص يا مان، حقوقك وحقوق ابني هتوصلك وعليهم ورقة طلاقك، بس لو اذيت ابني هضايقك هضايقك. فكري، ابني لا، لو انت مش عايزاه انا محتاج له. يا كامل يا منتن، تاني اعمل ايه في لسانك اللي عايز يتقطع ده؟ ونعمل ايه يا اخويا؟ يعني ما هاني مراتك هي اللي ضحكت علي وفهمتني ان سيده بنتك هتموت، فقلت يعني لازم ادلهم على مكانك. مكاني اهو، انت بغباوتك دي خليت شاهين ده مراتي تعرف انني متجوز عليها وعندي عيال. والمهم شاهين ده عملت ايه لما عرفت؟ هتكون عملت ايه يعني؟ ولا حاجه، زعلت شوية وبعدين رضيت بنصيبها. أصل يا واد يا كامل، شهندة دي بتحبني قوي وتخاف عليا زي الهوا الطاير. طب ربنا يهنيكم ببعض يا أخوي. هيهنينا إزاي؟ هيهنينا إزاي وأنت باصص لنا في عيشتنا؟ طب ده أنا ساعات ببقى ماشي في الشقة ألاقي عينك على الأنتريه. هيهنينا إزاي وأنت خليت هانم وبناتها يقعدوا معانا؟ هي هانم وبناتها ما هم قاعدين معاكم؟ ايوه، صعبت على شهندي هي والعيال، قالت لي حرام لازم يقعدوا معانا. طب والله يا اخويا فكره حلوه، اهو يلم شملكم وتبقوا اسره ببعضيكم. تو عليك يا واد، ده انت نيت النتاني، ده انا هقطعك حتت وحوزع لحمك على الغلابه، ومش اي غلابه، الغلابه اللي ما بحبهمش. 我们生产的各种武器，并且呢运往世界上各个国家，并且呢我们的价格呢也是非常的优惠。 告诉他 نحن نصنع سلاح ونصدر لكل العالم بتسهيلات وإعصار خالق المنافسة. أنا عارف عنكم كل حاجة، عشان كده طلبت قبلكم. 他说他早就听过咱们的大名，所以今天来跟咱们谈一谈。迪亚布先生呢，我们随时恭候您。 نحن في خدمتكم وتحت أمركم في أي وقت يا مستر ديابو. عاوز أسألكم، لو أخذت من عنديكم شوية أسلحة آلي ونص آلي هتدفعوني كم؟ كم حجم كمية اللي أنت عايزه؟ إحنا دلوقتي هنجربوكم، حتكون عملية صغيرة بس لو صحصحتوا معايا هنشتغلوا ياما. ياما؟ يامي بالصيني شون جهورو، يعني كتير يعني. اوكي اتفقنا، هنوادر لك التشكيلة أسلحة خفيفة ما بين آلي ونصف آلي، والمسدس خفيف كلهم في حدود الألف قطع بحوالي مليون دولار. مليون دولار؟ 这个价格呢也是特价，为了促进呢巩固我们之间的关系，并且呢我们把货会送到埃及你们家门口，我们只有这些是我们的特点之一。 Das ist Chance, عشان توطيد علاقة بيننا وبينكم وتسويلكم البضاعة حتى باب المخازنكم، وما فيش داعي لتفكر ازاي حتهربوها عن طريق الحدود، ده من اختصاصنا. انت تتكلم صح الصح، يعني انتوا هتدخلوا البضاعة من حدود مصر المخزن كمان؟ طبعا لا، هذا هو المخزن، يوجد هذا الخدمة. احنا نسلمكم البضاعة حتى باب المخازنكم، وخدمة دي مش هتلاقي غير عندنا. هو ده الكلام الصح والصح كمان. عشان تنجو
为了表达我们的诚意呢，我们先收您50万的货款，另外50万呢，在交货的时候我们再收。你来斯巴特给的呢，我们拿货的明年1,000,000 dollar，على مرة واحدة هنأخذها على مرتين، دفع قبل العملية ودفع بعد العملية. يا رجالي، أنا اشتغلت مع ناس بياخذوا الفلوس قبل أي حاجة. ما نخوض شيء. عندنا نظام خاص مع الزبائن. انتوا من الصينيين دول عملتوا كل حاجه حتى السبح والفوانيس، مش ناقص غير انكم تعملوا بني ادمين. اهدى. اوكي يا مستر سونج، اي ويل ميك ا ديل وذ يو. برافو يا رجال، برافو. تشيرز. دكتور من فضلك عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي. عايزاك تساعدني انزل البيبي. صعب يا مدام ايمان، انت جيتي متاخر. احنا فضلنا وراها متابعينها من اول ما طلعت من باب البيت لحد الدكتور. وطبعا سبقناها احنا للدكتور واتفقنا معاه وظبطناه عشان يتلف املها لتنزيل البيبي. واتفقنا معاه ان هي لو جات له في اي وقت يكلمنا فورا. وكل ده حصل تحت اشرافي ولعله خير ان شاء الله. الله ينور عليكم يا رجاله، ربنا ما يحرمنيش منكم. المهم تفضل تحت عينيكم، ما تغيبش عن نظركم ثانيه لحد ما نشوف هنعمل ايه. بالك يا استاذ هندي، اول ما طاهر ده هو سابني وخلى بيني والبنات حسيت بيه حسيت كاني زي الساقيه اللي من غير طار. طار او الختمه الشريفه زي ما بقول لك كده. طب كملي، ده انت طلع دمك عسل. ده انت اللي عسل وسكر وقلبك ابيض زي الحليب. طب هي بقى حسيتي بايه؟ حسيت اني ماشيه حافيه وسط الخلق من غير مداس، واني ماليش حته تسند عليها. اصل طاهر ده هو الحيطه اللي انا بتسند عليها انا والبنات. يخرب عقلك يا هاني، للدرجه دي بتحبيه؟ وما احبوش ليه؟ مش جوزي وابو عيالي ولحم اكتفي من خيره؟ ومهما يقلب اصله لازم انا اسامحه واعيش خدامه تحت رجليه. والله يا هاني انت طلعتي اصيله وتستاهلي كل خير. هي الواحده مننا ليها مين غير جوزها يا ست شهند؟ تعرفي بقى ان انت خساره فيه؟ كل حاجه اسمه ونصيب، وما فيش واحده بتتجوز الا جوزها، وما فيش واحد بيتجوز الا مراته. طب ايه رايك بقى ان انا هربهولك واعرفه قيمتك وقيمه عيالك؟ ايه ده؟ مين اللي بيخبط بالطريقه دي؟ وانيش عرفني، اما قوم افتح. قومي يا اختي بسرعه. ايوه طيب. ايوه طب الطاهر المصطفي؟ ايوه. طب ادخلي لنا دهان ستك شاهين. ستي؟ حاضر يا سيدي، اقول لها مين؟ قولي لها ساهر. يا ست شاهين دي، فيه واحد عايزك اسمه ساهر. انت ايه الجراءة اللي انت فيها دي يا ساهر؟ انت ازاي تيجي هنا؟ ازاي اخد ابني؟ خصوصا بعد ما اتجوزتي واحد تاني وفضلتيه عليا. طب امشي بقى من هنا احسن لك يا ساهر. انا مش همشي من هنا غير لما اخد ابني معايا. حالك يا جدعان، انت رايح فين؟ انا ممكن اشق هدومي واصوت والم عليك الخلق البسك 60 نصيبه كله لست شهند. اطلع بره بقى يا ساهر بره. ماشي يا شهند، انا همشي بس يكون في عيني بقى. ابني هاخده، يعني هاخده بالذوق بالعافيه هاخده، والشاطر اللي يضحك في الاخر. مش عايزين نضحك يا اخويا، الهي وانت نازل يفرمك جرار سواجعنا. خشي. مالك يا ريهام؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ شكلي كده مش عارفه اخلف يا ماما. ليه كفر الله الشر؟ بتقولي كده ليه؟ انت رحت للدكتور؟ رحت. وقال لك ايه؟ قال لي ان عندي تكيسات على الرحم، عشان كده ممكن ما اعرفش اجيب بيبي. وهي التكيسات دي يعني ملهاش علاج؟ كتب لي على شويه ادويه، بس ممكن العلاج يطول شويه. طيب يا بنتي، ما دام في علاج خلاص ان شاء الله ربنا هيكرم. قولي لي، انت قلتي لمحمد الحكايه دي؟ لا. طب ما تقوليلوش، وخد العلاج بتاعك وان شاء الله ان شاء الله هيحصل. ربنا يخليك يا ليام، انت حنينه قوي. ربنا يخليك لي يا ريهام، والله انت غلاوتك من غلاوه شاهين. طب بالظبط،
ميرسي يا ماما. الدكتور قال انه صعب انزل الجنين دلوقتي. الحمد لله انها جت من عندك يا رب. في لحظه فكرت انه يعمل لي برضه العمليه حتى لو فيها خطوره على حياتي، بس فكرت في ملك وخفت اسيبها لوحدها. يا ايمان يا حبيبتي ارجي باللي ربنا قسمهولك، ومهما كان اللي في بطنك ده ابنك او بنتك وهتحبيه، مش ممكن هتكرهيه. كنت فاكره ان انا هكرهه، اكتشفت ان انا بكره نفسي علشان اخترت له الاب الغلط. مساء النور. منزل السيدة إيمان عبد السلام القاضي؟ أيوة، مين حضرتك؟ أنا محضر من المحكمة ومعايا إعلان طلاقها من السيد حسام نجيب الهلالي. الحمد لله على سلامتك. هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ انت في المستشفى. مستشفى ليه؟ ولا حاجه، اكتشفت خيانتك مع خالك مليجي وكنت عايز اقتلك. ومين اللي جابني هنا؟ للاسف انا. بجد يا عمر؟ يعني ما هنش عليك تسيبني اموت؟ ما هنش عليا اضيع نفسي اكتر من كده. بقى كده عايزين نعمل ايه يعني؟ ده انا شايفك بتخونني قدام عينيا. لا يا عمر انت غلطان. فعلا غلطان عشان عرفت واحده حقيره زيك. يا عمر شت، ما تنطقيش اسمي على لسانك النجس ده. انا كنت اعمى وخلاص فتحت. انت عملتي فيا ايه؟ خسرتني اهلي وناسي واصحابي وورثي، عزلتني عن العالم كله. انت ضيعتي مني حتى نفسي. خلاص يبقى تطلقني وتدفع لي مؤخرا، وساعتها بقى كل واحد يروح لحاله. انت ليك عين بعد كل اللي عملتيه؟ ده حقي بالشرع والقانون. ده بعينك يا لولا، مش هطلقك وهسيبك كده زي البيت الواقف. ولو عرفت انك على علاقه مع حد تاني وانت على ذمتي، اقسم بالله هلبسك قضيه زنا وارميكي في الحبس. بقى كده؟ وعد مني يا لولا، مش ههنيكي لحظه واحده طول ما انت على ذمتي، لغايه ما تقولي حقي برقبتي وتخلعي نفسك بنفسك وتردي لي بقى شبكتي وفلوسي اللي صرفتهم عليكي. ساهر ده ما يعرفش يعمل حاجه، ده فنجري بقه على الفاضي، واني هعرفه مقامه كويس وهخليه يمشي على العجين ما يلخبطوش. انا خايفه قوي يا طاهر على حسام، لا ساهر ينفذ اللي في دماغه وياخده مني تاني. لا لا ما تخافيش ما تخافيش، طول ما انا عايش على وش الدنيا محدش هيعرف يمس منك شعره واحده، لا انت ولا حسام. ده أنا طاهر المصطهي اللي الناس كلها تعرف تمامه ايه. بجد يا طاهر؟ الا بجد يا شاهين. ده انت متجوزه راجل مفيش منه اتنين في الزمان ده. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك يا غاليه. بقولك ايه، سيبيلي الموضوع ده وانا هتصرف. وصلتني اخبار عن الواد دياب انه خلص في بضاعه مع جماعه صينيين، وانه نازل بيها في السوق بتقله عشان يضربني، وانا لا يمكن هسكت على كده. والبضاعة دي مختلفة عن البضاعة بتاعتنا؟ شبهها بس صيني يا ريال. وطبعا الصينيين عرضوا عليها اقل سعر عشان ترسل مصلحة عليهم. على العموم دي طبيعتهم، هم يحبوا كده يدوك اقل سعر عشان ياكلوا السوق كله ببطنهم. مش محتاجة كلام يا عم دولار، ده شيء مفروغ منه. بس وعزة جلالة الله لا ترفعها له دم، هموته بالبطيء. واي حد من التجار هيفكر يدخل حتة سلاح من ورايا هموته بيها هو وعيلته واهله كلهم. من هنا وراح مفيش رحمة، واللي هيرشنا بالميه هنرشه بالدم. اهدى بس يا فوكس، خلينا نفكر وكل عقده وليها حلال. احنا عايزين نفكر وكل حاجه هتبقى قسطه ولعله خير ان شاء الله. مفيش حد يفكر غير العل، انا بس اللي افكر. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ مساء الخير يا متر. انت مين؟ اعرفك بنفسي، أني طاهر المصطهي جوز شاهين ده طليقتك. وجاي هنا برجلك؟ وما جيش ليه؟ هو احنا عملنا حاجة غلط؟ أنت طلقتها وأنا اتجوزتها؟ أنا هندمها على عملتها دي
والواد هاخده في حضنتي. ويهون عليك، يهون عليك تحرم ام من ابنه؟ وحد كان قال لها تروح تتجوز واحد تاني غير ابوه؟ ما انا جاي عشان اطمنك، بقول لك ما تقلقش، ابنك في عيني وهيتربى احسن تربيه. انت بتخرف بتقول ايه؟ الواد ده اللي هاخده وبالقانون. ماني عارف انك تقدر تاخده بالقانون، بس يا عيني انت اللي مش عارف ايه اللي ممكن يجرالك بعد ما تاخده بالقانون. ممكن لا قدر الله يجرالك حادثه وتروح فيه، وساعتها احنا هنرجع ناخده تاني وبالقانون برضه. انت بتهددني ولا ايه؟ انا ما بهددكش، ده كلام برضه. انا هددك؟ انا جاي عشان انصحك. من مصلحتك ان ابنك حسام يتربى في حضن امه، بدل ما تحاول انت تاخده ويجرالك حاجه وتروح فيه والواد يعيش يتيم الاب. الزم حدودك واعرف انت بتكلم مين. انا عارف انا بكلم مين، عارف يا متر، بس الظاهر ان انت اللي مش عارف انت بتكلم مين. هتكون مين يعني؟ انا الفلوس اللي ملهاش اخر، انا العلاقات اللي ملهاش حدود، انا الاجرام اللي عمرك ما شفته. ده لو فكرت تضايقني او تهوب ناحيه شاهين ده مراتي. برد اطلع برد. ماشي يعني همشي، بس انا عملت اللي عليا، حذرتك اياك تهوب ناحيه شاهنده. سلام يا متر. تعالوا رجاله اتفضلوا اتفضلوا. قلقانين ليه؟ البضاعه اهي قدامكم زي الفل، والعمليه ماشيه عالي العال. بطل قر يا منير. ماشي بطل قر، هبطل. بقول لكم يا رجاله، ما تدخلوني معاكم كده، اساهم معاكم في الصفقه دي، يعني اخش معاكم بنسبه كده، اشتغل وياكم بدل ما شغلتي بس اخزن البضاعه بتاعتكم، وكل ما تبيعوا بيطلع لي نسبه ملاليم. وماله؟ ارمي بياضه وقول لنا تقدر تخش معانا بكام. حلو الكلام، انا مستعد كده في الاول كده اجرب معاكم بمياية. مياية كيف يعني؟ 100,000 جنيه. يا دين النبي يا جدعان، كل دي فلوس يا منير؟ بقى معاك المبلغ ده كله يا راجل ومخبي علينا؟ اهلا اهلا يا رجاله. انت ايه اللي جابك هنا ولا؟ ابدا يا ابو نسب، انا جيت اشرب لي ازازه كبيره كده على الماشي وخارج على طول. مين الراجل ده؟ لا عادي، واحد بيسكر يعني، سيبوكوا منه. يعني في حاجه عن موضوعنا؟ عارف كل حاجه وحياتك. مين الراجل ده يا منير؟ ما تقلقش منه، ده واحد اسمه شلبي جوز اختي، بس ما تقلقوش، ده ستره غطى علينا. طب احنا يعني وجعت قلبي. عفارم عليك يا ابو نسب، صحيح انا ستره غطى عليك. اسكت اسكت. طب خلي بالك على البضاعه يا منير، حطها في حباب عينيك. سلام سلام. ما تقلقوش يا رجاله كله تمام. ايه اللي انت هببته ده؟ ايه؟ جرى يا عم، وانا عملت حاجه؟ قلقت الرجاله مني، خوفتهم مني. بالعكس يا منمن يا حبيبي، ده انا حبيت اظهر لهم في الوقت المناسب عشان يعرفوا ان وراك رجاله حافظين سرك. رجاله؟ هي فين الرجاله دي؟ موجودين وحياتك يا سيد الرجاله، واديك انت اهو واحد منهم. ايدك بقى على 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايه؟ بتوع ايه ال 2000 جنيه دول؟ تمن سكوتي. اه لا حقك يا شلبي، حقك. هي 200 جنيه مفيش غيرها. ازاي الكلام ده؟ الارض دي ارضنا واحنا حاطين ايدينا عليها ابا عن جد. اديك قلتها، حاطين ايديكوا عليها، يعني مش ارضكوا. ومن الاخر كده الارض دي عجبتني واني طردتكوا منها وحطيت ايدي بدل ايديكوا. حد عنده مانع؟ ايوه بس انت كده بتاخد حاجه مش بتاعتك. يعني هي جت عليا؟ الارض اصلا مش ارضكم وانتوا واخدينها بالقوه، وضع يد يعني. واني دلوقتي لقوي، والقوي هو اللي بيركب. مش مكفيك الاراضي اللي انت حاطط ايديك عليها؟ اللعبه حلوه بصراحه، اللعبه حلوه وعجبتني، والبحر بيحب الزياده.
ايوه بس انت كده بتزود النار وبتشعللها. ما يشعللش النار الا اللي يعرف يطفيها. ومن الاخر اعلى ما في خلكم ركبوه، لاني هعرف اوقعكم من عليه، لان انا طاهر المصطهد. يعني الفلوس والنفوذ وقلة الاصل مطحونين في بعض. ومن الاخر كده اللي هيجي ناحية الارض دي انا هموته وقتي. ده اخر كلام عندك؟ ايوه اخر كلام عندي. ولو شفت خلاقكوا دي تاني انا هفرمكوا تحت رجلي. طب احنا وانت والزمن طويلة طاهر. بره بره. مظبوطين قشطة. يا مليجي مالك يا عم؟ ما تفرفش كده وتروق. تقلقش، انا اتصلت بالمستشفى اطمنت عليها والحمد لله خلاص بقت زي الفل وعدت مرحله الخطر. بجد يا موني ربنا يطمن قلبك حبيبي، بس انت ما تعرفش لولا دي غاليه عندي قد ايه. دي حبيبتي ومصلحتي ولقمه عيشي. انت عارف ان لولا دي لو جرى لها حاجه انا ممكن اموت من الجوع. هتشر عليك يا راجل من الجوع، ما تقولش الكلام ده عيب بقى. طب تصدق بمين؟ ان انا من يوم لولا دي ما رقدت وانا ما فيش جنيه دخل جيبي. انت كده هتخليني اعيط بجد يعني. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك بقى لو اديت لك 5000 جنيه حته واحده؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انت عارف انا بتاع هزار، انا بتاع جد على طول، بس عايز اطلب منك طلب صغير قد كده. يا عم صغير ولا كبير؟ امرني. انت عارف الواد شلبي؟ الواد شلبي وزوجتي بتاع المجاري ده؟ اه. عاوزك تسلكه. سليمة يا رب، استرها استرها يا مينة. رب. مينا ايه اللي حصل؟ الحقني يا منير. ايه؟ شلبي دسته عربية وهو راجع على البيت، ومعرفش ايه اللي جراله، حالته خطيرة قوي جوه. لا حول ولا قوة الا بالله، عرفتوا مين اللي ضربه بالعربية؟ ما عرفناش أي حاجة، كل اللي قاله لي إن عربية دسته، حتى ما خدوش رقم العربية. الحمد لله. ايه؟ الحمد لله إن أنتوا لحقتوه وجبتوه يتعالج في المستشفى، الحمد لله. أنا مش عارفة أعمل إيه يا منير. ما تخافيش يا حبيبتي، اطمني أنا جنبك، أنا جنبك. استرها يا رب، استرها. الله يرحمه. استرها يا رب. الله يرحمه. استرها يا رب. كلنا لا. بقاله 6 شهور مش عارف يبيع حتة سلاح واحدة، قاعد بيعيط جنب بضاعته اللي هتصدي في المخازن. وايه اللي يخليها تصدي يا باشي؟ ان شاء الله ربنا هيكرمه ويبيعها خردة لبتوع الروبابيكيا. هو اللي جابه لنفسه يا باشي، يستاهل.
في حد يستجري يقف قصاد القطر؟ ده القطر كمان هيفرمه، وزي ما قلت لك يا طاهر حموته بالبطيء واحده واحده. انت ايه اللي جرالك يا باشا؟ ده انت زمان قلبك ده كان بفتة بيضة وكان كلك حنيه. كان الحنيه خلاص بح، ما عادش في حنيه، والبفتة البيضة سويتوها بوسخيتكم يا طاهر. بجد انت حامل من طاهر؟ للاسف يا ماما بتكلم جد، واتصدمت لما اكتشفت ده مع اني باخد الحبوب في ميعادها. ده نصيب يا بنتي، يمكن ربنا رايد انه يربطك بيه اكتر. بس انا يا ماما مش عايزاه يبقى جوزي طول عمري، ده طلع متجوز وعنده بنات. يا نهار اسود، متجوز وعنده بنات؟ شفتي؟ شفتي خروجك عن طعن عمل ايه؟ وصلك لايه؟ انا اخترته يا ماما يبقى جوزي لفتره مؤقته، بس من الواضح انه هيفضل لازق فيا طول العمر. نعم يا اختي، فتره مؤقته. انا اعرف ان الجواز مدى الحياه مش فتره مؤقته، ولا كل يوم والتاني عاوزه تتجوزي لي واحد وتخلفي لي منه عيل وترصصيهم لي. لا، فوقي لنفسك يا شهندة، وبلاش تفتري على نفسك وعلينا. وبقول لك ايه، انا بنصحك يا حبيبتي انك تحطي على جوزك ده ليمونه وتعيشي معاه وتكملي معاه حياتك كده. يا ماما ده بدل ما تصبريني بكلمتين بتزودي همي. انا بنصحك يا حبيبتي، بدل ما تلاقي نفسك في يوم من الايام انت واولادك قاعدين بين اربع حيطان ولوحديكم. متشكره قوي يا ماما على النصيحه، كتر الف خيرك. عن اذنك، مع السلامه. اسفه يا طنط لو كنت سمعت كلامكم، بس انا عندي سؤال. ايوه ريهام. هي شهندة زعلانه ليه انها حامل؟ مشكله شهندة انها مش عارفه هي عايزه ايه. يمكن الطفل ده لما يجي يعني هو اللي يخليها تهدى كده وترتبط بجوزها اكتر. بس انا بصراحه طنط شفت صورته مش لاقيين على بعض خالص. هي اللي اختارته، هي اللي اتجوزته من ورانا، تتحمل نتيجه اختيارها. سلامتك يا شلبي، الف سلامه. الله يسلمك. شفت يا منيره؟ كنت حموت. بعد الشر عليك اخوي. الحمد لله، بس مش عارف رجليا من ساعه ما فقت مش قادر احركها خالص. معلش بس يمكن من اثر الحادثه ولا حاجه شويه. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور، يا ريت تطمني على حاله شلبي يا دكتور. نحمد ربنا انه فاق. الحمد لله يا دكتور، بس مش عارف رجليا ليه مش قادر احركها. للاسف الحادثه اصابت العمود الفقري. يعني ايه؟ انا اتشليت؟ يا لهوي، احمد ربنا ان انت لسه عايش. لا لا، كل ده من منير اخوك الكلب الله يحرقه. هو ايه دخل منير في اللي احنا فيه؟ بس هو اللي سلط عليا مليجي صاحبه عشان يخبطني بعربيته. منير لا يمكن يعمل كده، وهيعمل معاه كده ليه؟ لا عقل، انا لمحت مليجي انا لمحت مليجي قبل ما يخبطني بثانيه واحده. ومنير هيعمل معاه كده ليه؟ عشان كشفت سره، عشان عرفت انه بيتاجر في السلاح. السلاح؟ ايوه السلاح. كان فاكر ان سره هيندفن معايا في القبر، لكن الحمد لله ربنا قدرلي ان انا اعيش عشان اكشف ستره عشان افضحه. ورحمه امي يا منير الكلب، انا دفعك الثمن غالي، لازم ادخلك السجن. انا مش مصدق. معقوله انت حامل مني واني هبقى اب؟ جرى ايه يا طه؟ ما انت اب وعندك عيال من زمان. عيال ايه؟ عيال ايه دول؟ بنات. دول بنات الهي ربنا يحرقهم بجاز، هما واللي جابتهم في ساعه واحده. بعد الشر عليهم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين يعني انت خلاص ضامن ان انا هجيب لك ولد؟ ايوه ان شاء الله هتجيبي لي ولد. دلوقتي كبير حسام وطاهر بيبيعوا بضاعتهم الاوروبي ارخص بكتير من بضاعتنا الصيني. الكلام ده حصل فعلا، والظاهر كده ان هم ناويين نضربوكم في السوق. وغير كده محذرين على كل التجار ان اللي هيشتري حته سلاح من براهم هيتقتل. شور علينا، نعملوا ايه يا كبير؟ انا هقول لكم تعملوا ايه. ايوه ايوه ايه ده؟
اتفضل يا حميد باشا. باشا الكبير هيبقى في لحظات هنا. ماشي يا عسل. عايز اقول لك انه مشتاق جدا اللي يشوفك. والله ده انا اللي مشتاق اشوف. تشرب يا حامد بيه؟ قهوه مظبوطه يا حبيبي. مظبوط ازاي وانت اساسا راجل معوب؟ حسام باشا. حسام باشا يالا، ايه رايك في المفاجاه؟ انت خرجت امتى من السجن؟ انت كنت زورتني برضه يا حامد ولا عملت بحق العشره؟ اخونك اخونك المأموريات اللي كنا بنطلعها سوا. ما انا 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 انت ايه؟ أنا... انت واطن وسخ قذر خاين مالكش امان ممكن اقعد اعد من هنا لبكره. ما هو انت شهدت عليا زور ودمرت حياتي وضيعت مستقبلي ودخلتني السجن ظلم. انا قلت باللي بيميلي عليا ضميري. ضميرك الميت، ضميرك القذر اللي خلاك تتفق مع دياب البطاش علشان تخلصوا مني وقبضت الثمن. عديت يا حامد بس مش باين عليك لسه ذوقك بلدي برضه. دياب هو بنفسه اللي قال لي واعترف لي على كل حاجه. يا وسخ. هو انت شفته؟ شفته؟ ده حبيبي، ده احنا بقينا شركه والبركه فيك، انت السبب في الشراكه دي. لا 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 لا، ده في حاجات بتحصل وانا معرفهاش. طب ينفع ما تيجي نخلي اللي فات مات ونبدا صفحه جديده يا حس؟ لا حس، دي لو قلتها هوصلك لسانك، هوصلك لسانك. خلاص انا عملت اسمي، واللي فات ما ماتش واللي كسر ما يصلحش والمليان مش هيصبه على الفاضي. عشان نفتح صفحه جديده لازم نقفل القديم الاول. يعني ايه؟ يعني تروح النيابه وتعترف انك شهدت في حقي شهاده زور وترد لي كرامتي. مستحيل مستحيل اعمل كده، مستحيل. انت عايز توديني في 60 داهيه؟ ما هو انت كده كده رايح في داهيه، هتعمل كده ولا طلع الصور اللي عندي؟ صور؟ صور ايه؟ لا 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 لا، انا في السليم وشغلي زي الفل. يا سلام عليك يا عم السليم، يا عم السليم، يا سليم السنين. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا البيج بوس، انا الراجل الكبير، انا اللي مشغل اللي كانوا بيعزموا عليك بالقهوه. ها يا عم السليم، هتروح ولا وقف كده اعدل نفسك ركز معايا. انا اسف طبعا، احنا صورناك من غير ما تاخد بالك وانا عارف ان الحاجات دي بتضايق النجوم. يا نجم ان جات الحق صور الموزه لفت معانا صدفه باستثناء الموزه بتاعت الاوتيل كانت حلوه يا حامد. ها اصل احنا اللي بعتنا على زورنا. انما صور بقى اللي انت بتاخد فيها الرشوه من رجالتي دي مقصوده. هتروح النيابه تعترف ولا ابعت لهم الصور واخلي رجالتي تشهد عليه؟ وساعتها هتخش السجن وهتترفد من شغلك ومراتك هتعرف انك وسخ كنت بتعرف عليها بنات. ايه رايك؟ ابوس ايدك احسن بيه، انا عندي ولاد صغيرين وعايز اربيهم. طب ما انت خربت بيتي يا حامد. الله، طب ما انت خربت بيتي ولا هو بيتك احسن من بيتي؟ ابوس ايدك احسن بيه، انا مستعد اعمل لك اي حاجه بس بلاش موضوع النيابه ده، انا عندي عيال وعايز اربيها. انا هديك مهله، هديك مهله تودع عقلك وتحضر نفسك وتروح النيابه وتعترف. ولعلمك لو ما عملتش كده هسلم الصور وهسجنك ومستعد اقتلك وهتم عيالك ومراتك تاخد لقب ارمره. ها؟ يا عم يا ميدو، ايه؟ يا فاجر يا وسخ. مفهوم مفهوم احسن. بره يلا. حاضر بره يلا. زمان حامد دلوقتي بيكلم نفسه ومش بعيد لو راح بلغ على روحه، ده جبان وانا عارفه. انا كل ما افتكر منظره وهو عامل زي الكلب اللولون اللي لسه خارج من دوس وبيتفرج على الصور اموت على روحي من الضحك. لا بس الجنرال حطه على ايه؟ على الجريل وسواه على الجنبين واداله المنقع خيار. وحياه عينيك مش خيار، دي قته. ده حامد ده طلع اوسخ من ميه المجاري. يا راجل حرام عليك، ده المجاري كده انت بتظلمها. التليفون ده حماده رجاله. الو، ازيك يا حماتي؟ الحقني يا حسام الحقني. ايه خير في ايه؟ رجعت البيت مع ملك من عيد ميلاد صاحبتها، لقيت باب الشقه مفتوح وايمان مش موجوده. طب اهدي بس، ما جايز راحت تجيب حاجه ونسيت باب الشقه مفتوح. الموبايل بتاعها مرمي على الارض. موبا...
موبايل مرمي على الارض. طب في حاجه مسروقه؟ لا مفيش حاجه مسروقه. طب اهدي اهدي وانا هتصرف ادور عليها واشوفها فين. ما تقلقيش اهدي. حسام باشا الحقني يا حسام باشا. ايه في ايه؟ هاني مراتي كلمتني في التليفون وقالت لي ان في ناس هجموا على البيت وخطفوا شاهينده. خطفوا شاهينده؟ ايمان تختفي وشاهينده تتخطف؟ ده اللي المقصود بقى. قصدك ايه؟ قصدي الكلب بتاعك دياب. ايمان انتي اللي جابت هنا. احنا فين؟ ايمان افوقي. انتي اللي جابت هنا. احنا فين؟ المكان ده. حد يفتح الباب. ايه؟ اقسم خشمي الكاميرا. انت مين واحنا ايه اللي جابنا هنا؟ اطلعي على بره. انت مين؟ انجري على بره. ايمان يلا يا مرة. يلا على بره. روح عليها. على بره انت جوز. يلا تمام يا ست دياب. ايه ده؟ انت مين واحنا بنعمل هنا ايه؟ شويش ما تعصبيش ست دياب. اهلا وسهلا. دي شاهندة أخت حسام. أهلا. ودي إيمان مرته. أهلا وسهلا. أهلا. وهذا أوعاك تكون قصرتي معاهم ولا حاجة. تلميذة كثير. قسما عظما لو قربت لي والله العظيم لانا فضحاكم صرخا. هتصرخي خلي عنك يا كده. ليه انت ما عندكش اخوات بنات؟ اخوات بنات؟ ها. عندي وانتوا يتمتوهم، عندي وانتوا زلتوهم، عندي اخوات في الصعيد من غير لا ظهر ولا سند. انا هقتلكم. مش ابني، اقتلني، مش ابني، ابوس رجلك، ابوس رجلك. ابنك وولدي، الولد اللي راح. لو قتلته مش هرجع لك اللي راح منه.
بس رجلك رحمة. وما سبتوش ولا دي أشلي، ما سبتوش منصور صغير يعيش. انتوا طماعين طماعين، واخدتوا كل حاجة. اخوك حسام الكلب. ما تجيبش سيرة اخويا على لسانك، اخويا اشرف منك ومن مليون زيك. اخوك الشريف ده تاجر سلاح زي زيي. لا وسرقني كمان. لا سرقني اخوك يا حسام، سرقني. لا انت كذاب وظالم. لا لا انا كذاب ولا ظالم. لا لا وزي ما رملتك وقتلت جوزك الاولاني هقتل التاني، فاهمه ولا لا؟ معتز يا ستي، ها؟ انا اللي قتلته. قتلته وحقتل التاني وانا حكم اخوك محمد كمان. انت مش طبيعي، انت اللي يمكن تكون انسان طبيعي. ايمان انت بتقول ايه؟ وعدان وعدان يلا يا مام على قوة. اخلصي اخلصي. اسكتي ايمان، انت بتولدي صح؟ صح يا ايمان؟ طرطق ودانك واسمع اللي هقولك عليه كويس قوي وتنفذه بالحرف الواحد، مفهوم؟ مفهوم. انت هتروح لحكمة الفيلا، هتتخابس وتتلائم وتتمحلس وتلف وتدور تعيط وتتمسكن وترمي لها الجهاز ده في الفيلا. الجهاز ده جهاز تسلط بيشتغل بسيم كارد، كارت تليفون يعني، تتصل بيه تسمع اي حاجه بتحصل، فهمت؟ اوامرك يا باشا. تعالى رايح فين؟ استنى لعله دولار. انتوا هتنزلوا معايا تقفوا على باب الفيلا، اللي داخل يتقطر واللي خارج يتقطر، ووهدان وهدان خيط مهم جدا عينكوا عليه. اتفقنا؟ اتفقنا يا جنرال. لعله خير ان شاء الله. عريان بوب انتوا هتبقوا معايا هنا، العربيات تبقى جاهزه تحسبا لاي طوارئ، اي حاجه هنتحرك على طول. كل عرف هيعمل ايه؟ اعتبره حصل. يلا يلا بينا. ابو سيدك يا ست حكمت، ابو سيدك. يعني انا وقفت جنبك وعرفتك الحقيقه، يبقى دي جزاتي؟ حصل ميت الكلام ده النهارده الصبح. النهارده الصبح وشاهين ده مراتي، ده مش وش بهبلك. قولي اللي سيديان يسيبها، هي مالهاش ذنب، ان شاء الله يخطفني. اهدى بس يا طاهر، اهدى مش كده. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانا بقول لك ان مراتي مخطوف؟ انا مش مصدق سيدياها بيعمل معايا يعني كده. ده أنا خدمتكم بعناية. استهدى بالله يا طاهر، هلاقوا لها حل إن شاء الله. طب أنا يعني عايز بقي مية لحسن أنا ريقي ناشف من كتر الحزن. حاضر حضر لك الخير، حضر لك الخير يا أميرة يا بنت الأمرة، حضر لك الخير. المية يا ست حكمة، ده أنا حموت من العطش. فضل فضل. تسلم بيدك، تسلم بيدك. أبو سيدك تساعديني. حاضر يا طاهر، ربنا يقدم ما فيه الخير. حضر لك الخير يا أميرة يا بنت الأصلة. أنا همشي دلوقتي وهبقى أكلمك في التلفون عشان تقولي لي إيه الأخبار. بالإذن يا ست الناس، بالإذن. فضل. حصلت يا دياب خطف النسوان؟ دياب ايه اللي حببته ده؟ مالك شايطك ده ليه يا حكمة؟ شايطك ده؟ هي حصلت خطف النسوان كمان؟ فين نخوتك يا كبير البطاطسي؟ اها، انت
انت عرفتي كيف؟ طاهر جه يترجاني اتدخل في الموضوع. اسمعي، ما تتدخليش في الموضوع ده، واصل ده طاري وانا اللي هاخده. تاخد طارق من الحريم اياك؟ حريم رجالي، كبير صغير اي حد، ما هعتكش حد. واصل اعجل يا دياب وقول لي انت فين دلوقتي. دياب، دياب، الو، ايه يا عمار؟ لا ما تقلقش طبعا، لا احنا مستنظرين قدام الفيلم، اي حد هيخرج هنقطره وهكلمك على طول. ماشي يا عمار، صباح. كله تمام يا ابو نسب، بس برضك ما عرفتش اوصل لاي حاجه. عارف، سمعتك وانت عندها وسمعتك وانتوا بتتكلموا، وبعد ما انت مشيت هي كلمت دياب. وعرفت هو فين؟ هعرف ازاي ومخ تخيب؟ بقول لك هي كلمت دياب، يعني كنت سامعها هي بس، ولا جابت سيره عنوان ولا مكان ولا زمان ولا اي حاجه، هعرف من ايه؟ ولعله دولار هناك ما كلمونيش لغايه دلوقتي، ما قالوليش اي فواتير. ربنا يجيب العواقب سليمه. ايوه يا ست حكمت، سيدي دياب عاوزك تيجي على المزرعه اللي احنا فيها دلوقتي. ادي ادي كيف، انا ما اعرفش طريقكم. اطلع من باب الفيلا هتلاقي سواق واقف بالعربيه. وانا اجي ليه واعمل ايه؟ في ايه يا ودان بتفهمني؟ فيه مره عندينا بتولد ومش عارفين نعمل لها ايه. بتولد؟ طب انا ازاي حالي؟ ايه؟ استنى طارق. هارون اسمع، حكمت هتخرج من باب الفيلا دلوقتي، تقطروها، خليكوا وراها وانا هكلمكوا اعرف انتوا على انهي طريق وهصلكم. يلا على طول على طول. يلا طارق. استعدوا بالكمين، في حركة مش مظبوطة. طبعا اسوء الحاسب. يلا
شويه. عشان خاطري انا، عشان خاطري، عشان خاطري. الو انتوا فين؟ طيب عرفت السكه. اوعى حاجة ما تفلت منكم، انا جاي على طول. يلا تاني يا عمهم. حكمك لسه داخل الفيلا حالا واحنا واقفين بره، ونعله خير ان شاء الله. طب انا جاي على طول. هاتي على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا هاتي على خير. فين المره اللي بتوقف؟ جو هات ميه سخنه. جوام جوام. ابوس ايدك الحيني هتموت مني. لا لا اهدي اهدي. عندك قطار هنا؟ ده ايه الصحبة الحلوة؟ حسام بيه وطاهر باشا انزلولي. محمد محمد انا مستعجل، مفيش وقت للكلام. مستعجل عليه؟ اهدى بس، اهدى لسه هتفتش العربية. يا محمد تفتش ايه؟ بقول لك مستعجل. ازاي بس يا حسام هسيبك تمشي كده من غير ما تفتش العربية؟ ده احتمال كمان بعد ما نفتش العربية ناخدك معانا على الإدارة. الإدارة وحشاك قوي يا يا ابني. انت ما بتفهمش، بقول لك مستعجل. يا ابني اختك شاهين ده وايمان في خطر. فتشوا العربيه. افتح الشنطه. بسم الله الرحمن الرحيم. اجري كده وهتجيب امي بالسلامه ان شاء الله. يلا بسم الله. ايش بدي ما ايش بدي اصبر مبروك. دياب. ايوه دياب. دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذاب يا محمد بيه. لا دي لعبه، شكلكم كده كلكم عاملينها عليا. هتقول لي لعبه؟ لعبه ايه؟ يبقى لعبه. نفهم افهم افهم ايه؟ مش انت اللي قلت لي على طاهر وطاهر ده اللي قال لي على دياب؟ وصلت بيك الوساخه يا حسام انك تورط اخوك عشان تهرب مجرم؟ مش وقته، مش وقته الكلام ده. بيقول لك ايمان وشاهين ده في خطر، دياب خاطفهم. انت تخلص انت، كل المصايب دي بسببك. انا هحبسك يا طاهر. ده لو عرفت تمسك عليا حاجه. كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه. شاهين ده في خطر يا اخي، دي مهما كانت اختك. الو دياب، انتوا في بينكم مكالمات؟ اختك ومرتك حدان وولدك هما. ابني ابني ازاي؟ مالك اتخلعت كده ليه؟ مش مراتك كانت حبلي وهي ولدت على يدي والحمد لله. اسمع 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 صوت ولدك. اسمع اسمع. ايوه ايوه. سمع حسك لابوك يا زي الجوار. انا هخليك تسمع صوت اختك، اصلي مراتك تعبانه تعبانه. استنى شوي. استنى 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 استنى. افتحوا الباب خلوا عندك رحمه. انا لقيته اراء. فين فين الولد؟ هموتها دلوقتي. فين يا حسين؟ اهدى يا شاهين، اهدى خالص. طمنيني ايمان بخير. الو اختك شاهين؟ شاهين
ضبطك الحاله العصبيه ده. يا حيوان يا نجم. قطعت قلبي. اسمع يا ولد الهلال، زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو برفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، واعمل لك اللي انت عايزه.